من اللي يقول احنا ما نقدر 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 والله نقدر نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر هذا البرنامج برعاية من اللي يقول احنا ما نقدر نقدر أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الإرادة. اليوم لدينا ضيف يعاني من إعاقة ذهنية. قد نرى إنجازاته بسيطة، لكن إنجازاته بالنسبة إلي تعد إنجازات ضخمة. لا أريد أن أستبق الأحداث، ولا أريد أن أكشف القصة كاملة. سأترككم لمتابعة التقرير التالي. من اللي يقول احنا ما نقدر عبد الإله با مدحي فقد عقله بعد إصابته بإعاقة ذهنية، لكن إرادة الله شاءت أن يكون هذا الشاب آية لمن يتعظ ويعتبر. عبد الإله صالح من أحد الطلاب الذي يعاني من صعوبات تعلم، فنتحدث باختصار عن مهاراته بشكل عام، سواء المهارات الإدراكية والمهارات الاجتماعية والمهارات السلوكية، وكذلك بعض مهارات الأكاديمية مثل مهارات الكمبيوتر ومهارات التأهيل وكذلك مهارات القراءة والكتابة. يحفظ من كتاب الله تعالى الجزء 30، وهو لا يحفظ فقط، فهو يقرأ القرآن بترتيل جميل يضعك في جو روحاني تستشعر فيه عظمة الله وقدرته. ورغم أنه يعاني من صعوبة كبيرة في النطق والاستيعاب، إلا أنه حاول جاهدا تطوير نفسه عبر برامج التأهيل التي يتلقاها في أحد المراكز التي تهتم بذوي الإعاقة الذهنية. ربما نجد أن إنجازاته لا تسمى إنجازات في نظرنا، لكنها بالنسبة له تعني حافزا قويا لمواصلة التقدم نحو الأمام، متجاوزا كل الصعوبات والعقبات التي قد تمنعه من تحقيق مراده. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بالنسبة للتربية الدينية، التربية الإسلامية، يحفظ عبد الإله من القرآن جزء عمة وجزء تبارك الآن، وهو لديه قدرة على الحفظ جيدة إلى حد ما، كذلك صوته جميل جدا وعذب، وبالتالي أيضا تم تدريبه على التجويد والقراءة الصحيحة الدقيقة المتوافقة مع القراءة، وذلك عن طريق السماع وليس عن طريق الحفظ فقط، ولكن من خلال السماع، حتى يصير لديه تذوق استماعي يؤهله للنطق بطريقة صحيحة. يجيد العمل على برامج الحاسب الآلي، وخاصة برامج الوورد والباوربوينت الذي قدم فيه عروضا جميلة قد يعجز كثير من الأصحاء عن تنفيذها. ورغم ضعف إدراكه وقصور قدراته العقلية، إلا أنه يتميز بسرعة التعلم مقارنة بأقرانه، كما أنه يتميز بتنفيذ التعليمات بدقة، وهو لا يتوانى أبدا عن الإبداع والتميز متى ما سنحت له الفرصة. يحب السباحة ويمارسها بإتقان، وهو يتميز بالسرعة إضافة إلى إجادته لعدد من الألعاب الرياضية الأخرى. ورغم أن عبد الإله لا يميز بين كثير من الأمور، إلا أنه يحترم معلميه ويقدرهم ويسعى دائما إلى إسعاده. سبحان الله، يغيب العقل ويغيب الإدراك، وتبدو الأمور صعبة بغياب القدرات العقلية أكثر فأكثر، لكن الأمر المؤكد هو أن صوت الإرادة لا يغيب. من
أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج صوت الإرادة. شاهدنا في التقرير أن الحقيقة مشاهد رائع جدا، عندما نشاهد أحد المعاقين الذهنيين يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من العلوم والمعارف، خصوصا في الحاسب الآلي، في القراءة، في الكتابة، إضافة إلى أنه يحفظ الجزء عمله. يعني أنا الصراحة لا أريد أن أكون قاسيا، لكن أنا أعرف بعض الأصحاء فعلا أنا حتى قصار الصور لا يحفظها. عموما خلينا نبتدأ مع ضيفنا ونحاول نتعرف على إذا كيف حالك؟ الحمد لله. وش أخبارك؟ منعم. كم عمرك عبد الإله؟ عمري 20 20 سنة. عبد الإله، أنت كلمت قبل الحلقة أن أنت تشتغل على الكمبيوتر، صح؟ إيه. على أي برامج تشتغل؟ على الوورد الفوتوشوب. على الوورد الفوتوشوب. إيه. ايش تسوي على الفوتوشوب؟ فوتوشوب يعني اسوي جهاز صور. صور؟ ايه. ورسومات وكذا يعني؟ ايه. من علمك على الفوتوشوب؟ علمني صهري في ال صهري في الرياض. اها. واستفدت من الورد الفوتوشوب؟ ايه. يعني تعرف تطبع الكمبيوتر وتكتب عليه؟ ما شاء الله تبارك الله. عبد الإله، أنت يعني كلمت برضه أنك أنت تحب الكتابة. إيه. إيش تكتب بالضبط؟ أكتب حديث. الحديث؟ لا يؤجل عمل اليوم. لا. لا لا يؤجل. من حبط شوية في الحديث، ها؟ ايه من حبط. طيب، تعرف قال الرسول صلى الله عليه وسلم النظافة؟ النظافة من الإيمان. من؟ النظافة من الإيمان. صحيح، ممتاز. إذا أنت حافظ ما شاء الله القرآن؟ ايه. الجزء عمله؟ ايه. ما شاء الله تبارك الله. طب سمعنا عبد العزيز شوية من القرآن أنت حافظه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الله العظيم. صدق الله العظيم. عبد الإله، من كان يساعدك أنك أنت تحفظ القرآن؟ أنا أول كنت أدرس مدرسة. كنت أدرس مدرسة؟ إيه، علموني إياه. علموك شوية في القرآن؟ إيه. وبعدين أنت حاولت تحفظ بنفسك؟ إيه. وكيف يعني حفظ القرآن، صعب ولا سهل؟ سهل. حفظ القرآن سهل؟ إيه. إن شاء الله نبي تأخذ القرآن كله؟ إن شاء الله. إن شاء الله يا رب ما إذنك. آمين. إله، إيش رأيك أنت من محبين الرياضة ولا لا؟ ولا أيوه. تحب الرياضة؟ أي أنواع الرياضة تحب؟ أنواع السباحة. السباحة. السباحة بس. ما؟ تحب السباحة. وتسبح ولا؟ ايوه اسبح. يعني شاطر في السباحة. ايه. عبد الإله، انت انسان معاق؟ لا، وانا معاق. انت معاق. يعني انت انسان طبيعي. ايه. من هو الانسان المعاق؟ المعاق اللي اول حاجة المعاق اللي ما يمدي يمشي. قاعدين بكرسي بثلاث عجلات.
بس هذا له هذا الله. إيه. طب وإذا ما يقدر يمشي بس حافظ القرآن كامل برضه معك؟ برضه معك حافظ القرآن كله؟ لا قال أكيد مو أكرمها معك. ليش؟ عشان لو سوى هذا إيه؟ سوى إنجاز سوى شيء كبير إيه؟ لذا يحفظ القرآن. في ناس يمشي مو حافظ القرآن. إيه صح صح؟ صح. عندك إخوان؟ إيه عندي إخوان ما شاء الله تبارك الله. أنت أكبرهم ولا؟ أوسطهم. أنت أوسطهم. كم عدد إخوانك؟ إخواني خمسة منهم. خمسة. طبعا أعزائي المشاهدين أنا تعمدت أن أسأل بعض الأسئلة اللي تكشف مدى المستوى العقلي لعبد الإله لنعرف حقا حجم الإنجاز اللي هو بذله بالنسبة لمستوى العقلي. لأن فعلا إحنا أشخاص ربنا أعطاهم الصحة أعطاهم الإمكانيات أعطاهم القدرات أعطاهم العقل وربما يعني فعلا وجود العقل عندهم كعدم للأسف دائما نجد أعذار واحدة نجد شماعات يعلق عليها الفاشلون في شرفهم. أتمنى أن نموذج هذا أمامهم يكون درس درس لهؤلاء. عبد الإله تظن عن المركز إيش الأشياء اللي تعجبك في مركز التأهيل؟ والله أنا من خشيت المركز حسيت براحة. حسيت براحة؟ إيه. ليش؟ إنهم يعلمونا ودينا الرحلة و علموك ودوك رحلة؟ يعلمونا. كم تروح رحلات عبد الإله؟ والله ما كم تروح رحلة؟ لما تروح رحلة كم تروح؟ كم تتمشوا؟ يعني من الربع من الربع بس. إذا كنت روحه الروح أبحر الروح روح أبحر إيش تروح أبحر؟ نسبح ونلعب كورة هذا نسبح ونلعب كورة إيه. وإيش كمان في الأشياء في المركز غير الرحلات؟ عندك غرفة الكمبيوتر وغرفة غرفة الورشة غرفة المسرح. ايش تسوي في غرفة المسرح؟ نلعب ونسلى ذا. ايش يعلموكم في المركز؟ غير الكمبيوتر يعلمونا ضرب يعني رياضيات عمال رياضيات يعني مثلا الحساب الحساب. ايه انت شاطر في جدول الضرب؟ ايه حافظ اثنان بس ثلاثة ما حافظ احد اثنان؟ ايه. طب اثنان ضرب سبعة باربعة عشر ممتاز. طيب اثنان ضرب ستة 12 ممتاز. طب 25 زائد 25 والله هذه ما اخذناها هذه زائد منظر 25 زائد 25 طب 10 زائد 10 10 زائد 10 10
صفر. نتيجة. عشرة؟ اي عشرة. زود أدها عشرة. عشرين. ممتاز. عشرة زود أدها عشرة تصير عشرين. طب عشرة زود أدها عشرين. عشرين. عشرة زود أدها عشرين. أربعين يصير. أربعين. لا تحت شوي. ثلاثين. ممتاز. أعزائي المشاهدين، يعني أرسل بهذا المستوى العقلي باستطاعة أن أتعلم برامج كمبيوتر وورد الإكسل الفوتوشوب نحفظ قصة من القرآن الكريم من المتميزين بالألعاب الرياضية السباحة. والأهم من ذلك كله أنه يحاول، أنه يجتهد، أنه لم يستسلم، أنه ما زال يقول أنا هنا، أنا ما زلت هنا، لن أنتهي. ربما يكون مصاب بخلل في النمو العقلي، لكن سأجتهد، سأبقى، سأحارب حتى النهاية. عبد العزيز، لو قلت لك ان انت بكره لو قلت لك ان انت بكره رايح الحرم، رايح وسط الحرم؟ ايوه رايح. وش سويت الحرم؟ نطوف ونسعى بين الصفا والمروة. نطوف هذا التعبة؟ ايه نطوف تسعى بين الصفا والمروة. ايه سويت عمرة؟ ايه. وحجت ولا لسه؟ حجت؟ لسه ما حجت. لسه ما حجت. تتمنى تحج؟ اتمنى. وش تتمنى كمان يا عبد الله؟ وش عندك امنيات تبغاها تتحقق؟ أتمنى أن أشوف محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. الله أكبر، الله أكبر، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. ربنا يجمعنا وصوت الزناد في الدرس يا رب. إن شاء الله. أعوذ بالله. لو اشتبت قدر مشاهدين آخر الحلقة تدمع كذا، إيش تبغى تقول الناس اللي يشوفوك؟ آخر حاجة أريدوا ثقة لا أريدوا شفقة. أريدوا ثقة لا أريدوا شفقة. لا أريدوا شفقة. كلمات جميلة رائعة معبرة تنم عن وضع مأساوي يعيشه الأصحاء في الهد. وجود شخصية مثل عبد الله مصاب بالإعاقة الذهنية لكنه يتحدث بمنطق رائع مؤثر يعبر عن قلب المحترق يشعر بصوت الإرادة. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني سواء نتقدم بالشكر لأسرة عبد الله أولا التي أعطته هذه الثقة ليصل إلى هذه المرحلة المتقدمة رغم حالته الصعبة. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. بقي أن أقول بأن لكل منا صوت يجب أن يسمع، صوت الإرادة أحق أن يسمع فنستمع له دائما حتى لا تسهم تتوقف في شفر الله والعائلة. السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
منو اللي يقول احنا ما نقدر 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 والله نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر هذا البرنامج برعايه